واو هبة مجدي، أنا من أشد معجبينك. شو مصدق إني بكلمك؟ حابة تسأليني عن إيه؟ أنا بحب شعرك بالرغم من كل الصبغات والتصفيف، وشعرك بجنن. وشوفي شعري، ما بعمل نص اللي بتعمليه، ما زال بيتساقط. متطلبات شغلي كانت بتأثر على شعري، بس دلوقتي خلاص. خلاص لوحده؟ مفيش حاجة بتحصل لوحدها، بعتلك لينك. زيت الشعر ده برأملة؟ أيوه هو اللي أمهاتنا بتستخدمه، ما كنتش مصدقة لحد ما جربت بنفسي، بس حقيقي زيت ده برأملة هو اللي منع تساقط شعري. بس؟ أيوه بس كده. يحتوي زيت دابر أملة على الكشمش الهندي السحري الذي يحتوي على الفيتامينات الأساسية التي تغذي شعرك من الجذور إلى الأطراف وتنهي تساقط الشعر بالكامل. جربي زيت الشعر دابر أملة وحافظي على شعرك. ابعتيلي أسئلتك عن مشاكل شعرك على هاشتاج هبة أون هير عشان شعرك دايماً يبقى حلو.